قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري لون ديسانس إن عودة هضبة الجولان السورية للأسد دعوة للجنون. يأتي ذلك بعد أن ناقش الكونغرس الأمريكي أمس الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري في الجانب الإسرائيلي، وذلك من خلال جلسة خاصة عقدت لمناقشة وبحث مستقبل هضبة الجولان ومدى موافقة واشنطن على فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان في الجانب الإسرائيلي. من نقل السفارة إلى القدس حتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، هذا عنوان جلسة في الكونغرس الأمريكي لبحث مسألة اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة، لا سيما بعد مطالبة إسرائيل مرارا بذلك. إسرائيل وبعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل تسعى لفرض واقع جديد في الجولان عبر أعضاء في الكونغرس الأمريكي من خلال توسيع الاتفاقيات الأمريكية الإسرائيلية لتشمل هضبة الجولان، تلك الهضبة التي سيطرت إسرائيل على نحو 1200 كيلومتر مربع منها عام 67 لتعلن عن ضمها إليها عام 81. واليوم تطرح مسألة السيادة الإسرائيلية على الجولان بالتزامن مع عملية عسكرية يشنها الجيش السوري بالقرب من الحدود، وفي وقت تطالب فيه إسرائيل بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 74. سنحافظ على حدود وقف إطلاق النار لعام 74، كما شرحت لضباط وقادة الجيش، فإن أي جندي سوري يدخل تلك المنطقة يعرض حياته للخطر. الجولان بحسب القانون الدولي هي أرض محتلة تسري عليها قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 242 الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها عام 67. وينضم إلينا لنناقش هذا الموضوع عبر خدمة سكايب السيد عبد الجليل السعيد، محلل سياسي سوري. مرحبا بك سيد عبد الجليل، ومعي منذ البداية سيد أفي ملامد رئيس مشروع الشرق الأوسط في معهد أيزنهاور. أبدأ معك سيد أفي، كيف تقرأ هذا الموضوع، بس السيادة الإسرائيلية على جولان بكل ما يجري في الجنوب السوري؟ هذا خط مثير للاهتمام. يبدو أن إسرائيل بالفعل تشير إلى أن هي تريد العودة إلى الوضع كما كان في سوريا قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، ولذلك يؤكد الإسرائيليين يتكلمون عن موضوع هضبة الجولان والاتفاقات الدولية وكل ما ينص بذلك من منطقة تنازع السلاح، فيشير ذلك إلى أن إسرائيل بالفعل تقبل بعودة أسد إلى منطقة الجنوب وبإعادة الحكم السوري في منطقة الجنوب، ومقابل ذلك تطلب إسرائيل بالفعل العودة إلى الوضع كما كان قبل 2011. نعم سيد عبد الجليل، ربما هذه ليست المرة الأولى التي تثار بها هذه القضية وهي السيادة الإسرائيلية على جولان، لكن هذه المرة تأتي بالتزامن مع ما يجري في الجنوب السوري من معارك واقترابها من الحدود الإسرائيلية، وإسرائيل تطلب في الآونة الأخيرة وكأنه العودة إلى الشرعية الدولية بالنسبة لقضية فض الاشتباك، وتقول بأن بسبب ما يجري في الجنوب السوري يجب بسط السيادة الإسرائيلية على الجولان. حتى أصوات إسرائيلية قالت أبعد من ذلك، تخيلوا لو في المفاوضات الإسرائيلية السورية قامت إسرائيل بتسليم الجولان في الجانب الإسرائيلي إلى سوريا لكان تنظيم داعش اليوم وجبهة النصرة كيلومترات من المدن الإسرائيلية. مساء الخير فراس لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. يعني أعتقد أن الوحيد الذي ليس في عجلة من أمره لضم الجولان رسميا يعني كما يقال هو إسرائيل نفسها. أعتقد أن إسرائيل ليست بحاجة للجولان، ولا يعني على غرار موضوع القدس وما جرى مؤخرا من قبل الرئيس ترامب، لأن في الجولان جيوب يعني شعبية واجتماعية لا زالت تؤمن بقضايا تأييد النظام العروبي وقيادة حافظ أسد وبشار الأسد وإلى آخره، وهناك يعني شخصيات ربما تكون مدعاة قلق لإسرائيل من الناحية المستقبلية، ولذلك لا يهمها قضية الجولان لأنه الجولان هو مرتبط بإسرائيل بحكم العلاقة المصلحية. يعني كثير من المواطنين في الجولان يبيعون الوهم بالمقاومة وبتلك الشعارات التافهة، بينما هم يدرسون في الجامعات الإسرائيلية، يسافرون بالجوازات الإسرائيلية، يقبضون بالشيك الإسرائيلي،
وفي آخر النهار يعلنون تأييدهم لبشار الأسد ولحزب البعث ولغيره. المشكلة أعمق من ذلك، يعني أعتقد فراس أن إسرائيل قدمت لها خدمة جليلة في الثورة السورية لم تكن تحلم بها في يوم من الأيام، فسقطت في هذا الامتحان. إسرائيل كانت دائما تصدر شعارات الديمقراطية وحق الإنسان وأنها منارة حماية تلك الحقوق في الشرق الأوسط. فيما جرى في الثورة السورية ومن خلال تمسكها وعضها بالنواجذ، يعني كما يقال في اللغة العربية، عضت بالنواجذ على نظام بشار الأسد وتمسكت به، ويعني دفعت الروس ودفعت الأمريكان إلى التمسك بهذا النظام. أعتقد بأنها سقطت من عيون السوريين والعرب عموما بأنها دولة لا مصلحة لأحد أن يواليها وأن يطبع معها، هي دولة تركن إلى الطغاة، تركن إلى الأعداء، ويهمها في التالي من أجل مصالحها أن تبني علاقة مع مجرم قاتل مثل بشار الأسد يهدد يعني بغبائه أمنها القومي المفترض، يعني صح التعبير، هو يفعل ما يفعل من أجل أن يجلب الإيراني ويجلب حزب الله، هذه الميليشيات المنفلتة، من أجل أن يلعب بأعصاب المواطن الموجود في فلسطين. لكن سيد عبد الجليل، ما الخيارات أمام إسرائيل؟ احتلال القنيطرة وهذه المناطق، ما هو الخيار أمام إسرائيل؟ أعتقد فراس أن الخيارات كانت لدى صانع القرار في تل أبيب كثيرة، من أهمها بأن تكون إسرائيل واضحة الموقف تجاه نظام بشار الأسد. هي دولة معنية ليس في التدخل في الشأن السوري كما تتهرب إسرائيل بأنها يعني دولة أوروبية في الشرق الأوسط ولذلك تؤمن بهذه الأمور، لا، كان عليها أن تتقدم خطوات واضحة. هي دولة تعتبر نفسها جارة يعني كما تدعي وأنها موجودة، يجب أن تقول بأن هذا النظام أصبح يشكل خطرا على أمن المنطقة وعلى أمنها، وعلى الدول أن تتضافر جهودها من أجل إزالة وإقالة وإسقاط وتغيير وترحيل بشار الأسد. هي قالت بالحرف بأنه لا مشكلة لها مع بشار الأسد، نتنياهو قالها في موسكو، الأسد إن أخرج الإيرانيين فهو في مأمن من إسرائيل، وأنا أكمل لنتنياهو، وقال نتنياهو أيضا والأسد إن لم يخرج الإيرانيين من سوريا فهو أيضا في مأمن وفي رعاية وفي حب وفي شغف وفي عشق وفي وله إسرائيلي به. يعني قضية لا تعرفها. قلت فراس وأقول الدول لو أقيم كأس العالم في سوريا، كأس العالم مونديال لكرة القدم، لاتفقت كل الدول وخرجت المنتخبات فائزة ولخرج الشعب السوري خاسر. يا رجل في سوريا الكل متفق، أمريكا متفقة مع روسيا، روسيا متفقة مع إيران، إيران متفقة مع إسرائيل، إسرائيل متفقة مع الأسد، الأسد متفق مع أمريكا، الغرب متفق مع الشرق، الشرق متفق مع الغرب، الكرد متفقون، كله متفق مع كله. الوحيد الذي يدفع الثمن هو هذا السوري الذي ترونه وعرضتم صوره وعرضتم الفيديو تبعهم على الحدود وهو يهرب باتجاه حدود فلسطين المحتلة أو الجولان المحتلة أو إسرائيل حالية، ويقول له الجندي الإسرائيلي ابقى في مأمن سنساعدك ولكن لا تدخل حدود دولة إسرائيل. هذا هو الحال في سوريا، الذي يخسر هو المواطن الذي شرد، الذي نكب، الذي اعتقل، الذي استشهد، ما تبقى كل الدول متفقة، كله متفق. ابقى معي سيد أبي، ابقى معي، أرد لك التعقيب سيد أبي، ويقول لك بأن إسرائيل تعشق الأسد وترغب بعودة الأسد وعادة ليكون حليف استراتيجي له. فعلا الشعب السوري فهو خاسر، فهذا شيء مخزن وأكيد، ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان أنه الدول العربية ظلت ساكتة منذ 7 سنوات. لماذا لم يكن هناك إرسال قوات عربية لمساعدة المتمردين السوريين؟ لماذا لم يكن هناك موقف حازم من قبل مصر طريق المثل، أو من قبل السعوديين، أو من قبل الأردن؟ فهم من ناحية يدينوا نظام أسد، ولكن من ناحية تانية لم يفعلوا عمليا شيئا لكي يطيحوا بنظام أسد المجرم الذي يقتل بشعبه. إذن لماذا يتوقعون من إسرائيل لتتدخل بالحرب الذي لا علاقة لها فيها، ولا سيما عندما نأخذ بالحسبان أن أسد فهو عضو لإسرائيل؟ الشيء الوحيد الذي يقلق إسرائيل بكل ما يتعلق بموضوع سوريا فهو التدخل الإيراني والميليشيات الإيرانية، ونهاية المطاف دولة ستمشي بناء على المصالح ليست بناء على العواطف. نعم، لك الرد سيد عبد الجليل، هو يقول لك لماذا اللوم لإسرائيل والدول العربية لم تتدخل في ما يجري في الميدان السوري؟ هذه بسيطة جدا جدا بالفعل، يعني ضيفك الكريم وضع يده على الجرح، لأن المسألة هي كمن يقول بأنه ذهب إلى القدس من خلال طريق تل أبيب وذهب إلى القدس من طريق يافا، المعنى واحد.
بالفعل الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الخليجية تقدمت باتجاه إرسال قوات عربية طردت بشار الأسد من الجامعة العربية، قامت بمقاطعة كبيرة تجاهي وأرادت أن تدعم الشعب السوري الذي أسمعهم ضيفك بمصطلح المتمردين، الشعب السوري الحر الذي قام ضد نظام بشار الأسد، ولكن الولايات المتحدة وضعت حدا لذلك وأوقفتهم عند ذلك لأن إسرائيل نفسها لم تكن مشجعة للولايات المتحدة على تغيير بشار الأسد. يعني بالعكس ضيفك طرح نقطة جدا مهمة تدين إسرائيل قبل غيرها، إسرائيل لا دخل لها، يقول إسرائيل ما دخلها في الحرب السورية، ألستم جيران لنظام الأسد؟ هل أنتم تقيمون في كوكب المريخ وعطارد والأسد يقيم في الزهرة وفي طريق آخر لكوكب يعني على القمر؟ أنتم تقيمون بجانب الأسد، كيف لا دخل لكم بالأسد؟ يعني إذا كان لبنان والأردن وتركيا والعراق والبحر والشرق والغرب كله يتحدث عن الأزمة السورية، كيف لا دخل لكم أنتم؟ إذا أنتم تريدون أن تبقوا طول العمر دولة معزولة تؤمن بأنها دولة احتلت أرضا وهي لا تريد شيئا. الدول العربية تقدمت وطردت بشار الأسد من الجامعة العربية، لماذا لم تطالب إسرائيل على الأقل بطرد نظام بشار الأسد من الأمم المتحدة كموقف أخلاقي؟ ألم تطالب الدبلوماسية الإسرائيلية على مدار السنين بطرد كثير من الدول التي كانت تعارض إسرائيل؟ لما لم تطالب على الأقل كموقف أخلاقي؟ يعني أنت تقول أن إسرائيل يحكمها المصالح ولا يحكمها العواطف. طيب هل من مصلحة إسرائيل إذن أن يبقى بشار الأسد؟ سؤالي لضيفك الكريم فراس، يعني لو سمحت لي، هل من مصلحة إسرائيل أن يبقى هناك نظام فاشل مهلهل يجلب الإيراني؟ دعه يجيب بجملة، لم يبقى للوقت، بجملة واحدة. دعني أجاوبك، الجواب فهو إيجابيا. نعم. مصلحة إسرائيل أن حاليا يبقى أسد في الحكم، ويجب أن نأخذ بالحسبان أنه العوامل الثورية في سوريا لقد انشقت داخليا، وذلك كان أحد الأسباب للهزيمة للثورة السورية. نعم سيد عبد الجليل، لم يبقى لي الوقت، أعتذر، ربما سوف نجري نقاش آخر حول هذا الموضوع. سيد عبد الجليل سعيد محلل سياسي سوري، شكرا جزيلا لك. سيد أفي ميلافيد رئيس مشروع الشرق الأوسط في معهد أيزنهاور، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.